يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله نستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فبين أيدينا هذا الكتاب المبارك. كيف تقرأ كتابا؟ كيف تقرأ كتابا؟ هذا الكتاب يتكلم عن القراءة، كيفية القراءة، أنواع القراءة، ويتكلم أيضا عن النوايا، ويتكلم عن العوائق، ويتكلم عن مسألة الشرود وأنواع الشرود، ويعالج هذه المسائل. كيف تقرأ؟ إذا أردت أن تقرأ كيف تقرأ؟ على سبيل التقدمة وعلى سبيل التوطئة للعلم والمعرفة، ولا شك أننا أمة اقرأ التي أنزلت أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القراءة هي سبيل المعرفة وسبيل التحصيل وأنواع العلوم ومدارك الفهوم. والله سبحانه وتعالى قد حبى الإنسان بالعقل وميزه وشرفه بهذا العقل، لأن كان العلماء يقولون في تعريفهم للإنسان أن الإنسان هو حيوان ناطق، يعني إن كانوا يقولون هذا فلا يعنون بناطق أنه يتكلم، وإنما يعنون بكلمة أو بلفظة ناطق أنه يعني يعبر عما في داخله من فكر وثقافة ومعرفة واطلاع، يعبر عن أحاسيس ومشاعر، يعبر عن اختلاجات داخلية. فليس المقصود النطق اللي هو اللفظ يعني، وإلا فيعني ربما مع الإنسان تشتركه يعني سائر أو يعني كثير من الحيوانات الأخرى أعزكم الله تشترك في مسألة النطق. فالعصافير تغرد ويعني يعني أصوات، هذه أصوات لا شك، وهذا لون من ألوان النطق، لكن الإنسان ينطق بكلام. خلق الإنسان علمه البيان، فالإنسان يعني يبين عن نفسه ويبين عما في داخله، ويتكلم بالعلم ويتكلم بالمعرفة ويتكلم بالمشاعر والأحاسيس ونحو ذلك. وإذا كان العقل والفكر هو ما ميز الله عز وجل به الإنسان، فالوسيلة لتنمية هذا العقل ونماء هذا الفكر هي القراءة. القراءة هي مصدر التغذية لهذا اللون من يعني الحياة، هي لون مختلف. يعني إذا كانت الحياة الجسد بالروح، فحياة العقل والفكر والثقافة بالقراءة. فالقراءة هي الغذاء. إذا كان الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب ونحو ذلك ليتقوت ويعيش ويحيا بين الكائنات،
فإنه يحتاج إلى القراءة لكي يعني ينمي ويعني يغذي هذا العقل بالثقافة والمعرفة. فهذه القوة، هذه الطاقة، هذه المعاني الكامنة داخل الإنسان، والتي في الحقيقة أخوانا يعني هي ليس لها على مدار بالاستقراء على مدار العصور والتاريخ، تاريخ الجنس البشري ليست لها حدود. فأنت تقرأ عن السلف مثلا في مطالعاتهم وقراءاتهم وحفظهم ومعارفهم وعلومهم وفهومهم الشيء العجاب اللي ربما تقف أمامه حائر العقل وتقول كيف وصلوا إلى هذا. يعني واحد قرأ بلاش قرأ، حفظ بلاش حفظ، كتب بلاش كتب، إيه ده، ما كل هذا، كيف حصلوا، كيف حصلوا هذه الألوان من العلوم والفهوم والفنون في هذا الوقت من العمر. يعني تتعجب. يعني الإمام أحمد لما يقول أحفظ ألف ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألف ألف ده يبقى كام؟ مليون. جزاك الله خير. مليون سهلة كده، سهلة، ألف ألف كده مليون. طب خلينا نقف كده شوية نفكر كده، مليون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا ما كل هذا، شيء عجيب جدا. تنظر في مطالعات هؤلاء وقراءاتهم وعلومهم وفهومهم، يعني هذا الذي يناظر المناطق وهو ليس متخصص في علم المنطق ويقول أعرف في هذا الفن ما لا يعرفونه، وما نظرت أحدا في هذا إلا وأنا أعرف في فنه ما لا يعرفه هو. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. قاضي عبد الجبار يناقش النصارى في معتقداتهم ثم في الكتاب يقول إيه، وأغلب النصارى لا يعرفون هذا. يعني يناقش في مذاهب القوم ويقول هذا المذهب عندهم اندرس وربما لا يعرفه الكثير منهم، أو يتكلم في مسألة ألوهية مريم ويقولون، وهم يقولون نحن لا نقول بهذا ولكن الفرقة الفلانية تقول بهذا. الله، ماذا كل هذه العلوم والفهوم والمعارف إذا هذه المسألة ليست لها حدود. طب المشكلة فين؟ المشكلة أننا نقف عند حدود أنفسنا. الواحد فينا قرأ كتاب ولا كتابين، خلص مجلد ولا مجلدين، حفظ متن ولا متنين، وصل في يعني فن أو فنين، خلاص افتكر نفسه علامة الزمان وفهامة الأوان وليس له نظير لا في العلم ولا في المعرفة، ولم يحصل شيء ولسه على الباب على الأبواب، ويظن نفسه يعني قد بلغ الغاية في هذا. لأجل هذا كله ولغيره كان اختيارنا لهذا الكتاب، كيف تقرأ كتابا حتى نتعلم كيف نقرأ، ما هي القراءة الصحيحة، وهل تكون هذه القراءة بالعين أم تكون بصوت مسموع، هل تكون سريعة أم بطيئة، أم الأمر فيه تفصيل. طب ولو فيه تفصيل متى تكون سريعة ومتى تكون بطيئة، هذه القراءة كيف نقرأ في كتب المتون، كيف نقرأ في الكتب المختصرات، بأي الكتب نبدأ في اختلاف العلوم. طب وإذا كانت العلوم دي شرعية فهي فيها أبواب كثيرة، فيها تفسير وحديث وأصول وعلوم آلة كالنحو وأصول الفقه وفيها فقه وفيها كثيرة. طب ولو هنخرج بره تكلم في الثقافة العامة، وإذا تكلمنا في الثقافة العامة مش هنتكلم على ثقافة الواتس وثقافة الفيسبوك، وأغلب الناس لا يقرؤون إلا هذا، أغلب الناس هي دي قراءاته. وبعض إخواننا للأسف ربما يتحدث في الناس بما يسمعه أو يقرأه في هذه وسائل التواصل من دون أن ينتقي. والله ربما أسمع خطباء على المنابر، أسمع كثيرا من مما يتكلمون به على المنابر أو في الناس أو كذا، هي معلومات مأخوذة من هذه وسائل التواصل. ففيها وفيها، يعني لا نقول إنها يعني شر يعني كلها، ولكن
شر كلها، ولكن نقول فيها وفيها، لكن الأصل إنه العلوم لا تؤخذ من هذه الوسائل. هذه وسائل للتواصل، يعني للتواصل، يعني كيف أنت، كيف حالك، متى أقابلك، أهلا وسهلا، سلام عليكم. شفت القصة القصيرة زي انتهى الموضوع. إنما أخذ عندك بقى ملحف الأدب وانتظر في نفس الرسالة حديك حتة كده في التاريخ، وبعد التاريخ بالضبط هقول لك موعظة مبكية وحديك من الحكم ما إن وصلت لآخره لن تتذكر أولا. يعني هديك رسالة كده عقبال ما تفر بس الرسالة تأخذ فيها وقتا، فما بالك يعني إذا قرأت الرسالة من أولها إلى آخرها. طب وده ما الذي يحصل مع هذا؟ يضيع العمر مع هذا، يضيع العمر، لأنك عقبال ما تفتح الفيس، تفتح الواتس، تفتح التليجرام، وتفتح اللي أنا مش عارفه اللي أنتوا تعرفوه، هتلاقي المسألة خلاص ما بقي شيء في اليوم. وأوعى توقف الرسالة دي عندك، ليه؟ لحسن تبقى آثم، فانشرها ولك الأجر، فلازم تنشرها وتبعتها لكل اللي عندك بحق أو بباطل. يعني كل شيء إذا كان حتى حديث ضعيف أو موضوع أو فائدة، لأن الناس إحنا شايفين الناس بعدت عن الدين وعن الإسلام، فإحنا اخترع لهم اختراع لطيف جدا، وبعدين نكذب كما كذب الأولون على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له. تصورون أن الكذب هذا فيه كذبة بيضاء، كذبة بيضاء، وكذبة سوداء، فقالوا نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نكذب له. وكانوا يضعون الأحاديث ويقولون هذا الترغيب، لأن الناس بعدت عن الدين، خلينا نحط الأحاديث اللي ممكن ترغب الناس في الدين، وهذه أحاديث يا شيخ في فضائل الأعمال والأمر فيها واسع، وليس الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على غيره. من تكذب، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما قال صلى الله عليه وسلم. في زماننا ما أكثر الأكاذيب وما أكثر الإشاعات. وما الخلاصة؟ أن هذا مما لا يؤخذ منه العلم ولا يجرى يعني وراءه في الأصل. وأنا أحذركم من ضياع الأوقات والأعمار وراء هذه الأشياء التي والله حتى ربما تقرأ ولا تزيد الإيمان في القلب. بعض الناس يقول أغلب هذه مواعظ دينية يا شيخ، نحن نتأثر بهذا وكذا، تأثير عارض، عارض جدا. وأين أيام أن كان الناس يأتون إلى الموعظة بأنفسهم، يجلسون إلى الأئمة والوعاظ والعلماء والمشايخ وطلاب العلم يتعلمون. الإنسان إذا جاء يتعلم فهو مهيأ، أما إذا كان يقرأ الرسالة ويفتح قبل أن يفطر وبعد الغداء وبعد العشاء، ويريته حتى دواء 3 مرات في اليوم، لا ده 10 مرات في اليوم و15 مرة في اليوم يفتح ويقرأ ويتابع، وبعدين وهو ليس خالي البال، ليس متهيئا لقبول الموعظة، فيسمع الموعظة بقلب غير حاضر فلا تؤثر فيه، فإذا سمعها مرة أخرى قال قد علمتها من قبل، فاتت علي الموعظة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أنا بتكلم في المواعظ، يعني إذا كنا نتكلم في موعظة حقيقية ومؤثرة، ربما يقرأ شيئا عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، وتمر عليه مرور الكرام لأنه قرأها وهو يأكل وهو يشرب وهو مستلق وهو يعني يتدفأ أو كذا أو كذا أو كذا. إذن هذا الكتاب على الطريق، كيف نقرأ؟ يعني نتعلم كيف نقرأ، ونتعلم يعني المنهجية في القراءة، سواء كانت هذه القراءة للاطلاع وعموم المعرفة أو للمذاكرة وطلب العلم ونحو ذلك، على اختلاف مقاصد القراءة التي ستأتي معنا إن شاء الله. وهذا الكتاب ضمن المنهج المقرر، منهجية في طلب العلم، أخذتم فيما مضى أدب طالب العلم في الفصل الدراسي الأول، ثم بعد ذلك درس لكم قواعد الإملاء وعلامات الترقيم في اللغة العربية، وهذا هو يعني خاتمة المطاف في هذا المنهج، كيف تقرأ كتابا حتى تستقبل طريق العلم وطلب العلم بذهن واع ويعني معرفة بالكتاب، كيف تطالع الكتاب، كيف تقرأ، كيف تأخذ زبدة هذا الكتاب وتتعلم ما فيه من العلم وتحصل هذا العلم وتحفظه حفظ صدر بوعي ومعرفة صحيحة. هذا الكتاب
هو طبعا مجموعة من الكتب تتحدث عن في هذا الموضوع، كتب كثيرة. أحببت أن أنقل لكم يعني شيئا من هذه الكتب، أحببت أن يعني تكتبوا في هامش الكتاب عندكم بعض أسماء الكتب التي تتعلق بهذا الموضوع للاستزادة. يعني فعندك كتاب الطرق الجامعة للقراءة النافعة، طرق الجامعة للقراءة النافعة، كتاب ماتع جدا للدكتور محمد موسى الشريف. دكتور محمد موسى الشريف كتاب أطول منه، أطول منه كثيرا، لأن كان الكتاب الذي بين أيدينا يعني 70 صفحة. فكتاب الطرق الجامعة من القطع الصغير، ويعني قريب من هذا الكتاب الذي بين أيدينا، أكبر منه يعني حجما، كتاب قراءة القراءة للدكتور فهد الحمود. قراءة القراءة للدكتور فهد الحمود. الحمود، الحمود، نحن نقرأها الحمود لكن هي عندهم الحمود هكذا، والله أعلم. الحمود، فهد الحمود. القراءة المثمرة، مفاهيم وآليات، للدكتور عبد الكريم بكار. مهارات القراءة السريعة الفعالة، دكتور محمد عبد الغني. مهارات القراءة السريعة الفعالة. كتاب اسمه القراءة الذكية لساجد العبدلي. كيف أقرأ؟ نعم، مهارات القراءة السريعة الفعالة دكتور محمد عبد الغني. كيف أقرأ دكتور طارق سويدان، ومعه فيصل باش رحيل، إلى غير ذلك. قائمة طويلة في هذا. ومن الكتب المترجمة كيف تقرأ كتابا، كتاب طويل جدا يتناول كيف تقرأ الكتب على اختلاف مناهجها. مثلا يتكلم عن كتب التاريخ، كيف تقرأ كتب التاريخ، كيف تفهم مصطلحات كتاب التاريخ، كيف تقرأ في الأدب، كيف تقرأ في كذا. ومقسم الكتاب إلى فصول بعد أن تكلم عن القراءة ومهارات القراءة وكذا وكذا وكذا. كتاب كيف تقرأ، كتاب كتاب مترجم كبير، ربما ينقل منه الكثير من كتب في هذا الكتاب. هذا مترجم وأصله لكاتب أظنه ألماني، مورتيمر أدلر وتشارلز فان دورن. تشارلز فان دورن كاتب الكتاب، اكتبه بالعربي، مورتيمر أدلر، تشارلز فان دورن. الكتاب مترجم، كيف تقرأ كتابا، كتاب يكثر النقل منه. لذلك أحببت أن تطلع يعني حتى تعرف أن في كتاب اسمه كيف أقرأ كتابا، ربما هو سابق على كتابنا هذا، كيف تقرأ كتابا، مورتيمر أدلر وتشارلز فان دورن. كيف تقرأ كتابا أيضا عنوان كتاب آخر أقل من كتابنا هذا حجما يعني، إلى غير ذلك من القائمة الطويلة العريضة. الكتاب الذي بين أيدينا يعني أنا أريد أن أخرج من هذه المحاضرة، إحنا سندخل في الكتاب المرة القادمة إن شاء الله خلاص، لكن أريد أن أخرج من 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 هذه من هذا الدرس وهذه المحاضرة، إن إحنا نتشوق لمسألة القراءة، إن إحنا نحب القراءة، ننظر في قراءاتنا وتبدأ يعني تنظر تقيم أو تقوم قراءاتك، تنظر فيها أنا بقرأ صح ولا بقرأ غلط، ولا أنا ماشي إزاي، ولا بعمل إيه. الحديث عن القراءة نفسها في ذاتها متعة، متعة القراءة في ذاتها، وفائدة واحدة يتحصل عليها الإنسان من كتاب، من كتاب، وحتى وإن كان كبيرا لو خرج منه بفائدة واحدة. وقل أن يقرأ الإنسان كتابا ويعني يعني يخرج منه فائدة. كنت في القديم يعني أحب القراءة، فاشتريت كتابا لواحد فيلسوف، مش هقول اسمه، الكتاب أقرأ فيه ما فيه فائدة، فجعلت أقلب الكتاب، ما هذا الهراء، ما هذا الهزل، ثم يتكلم في الخنا والمجون وكذا
أقول في نفسي يعني هو لهذا صنف الكتاب. ثم أغلقت الكتاب وجعلت أنظر إلى عنوان الكتاب، خلاص ما في فائدة من الكتاب. إيه الفائدة؟ ما في أي فائدة في الكتاب. الرجل يعني يشرق ويغرب في التفاهة، فإذا هو عنوان الكتاب هو الذي شدني أن أقرأ في الكتاب. في البداية كنت صغيرا في الله، فقلت يعني هو عنوان الكتاب، ربما على حقارة الكتاب صار شعارا لي في بعض المواقف والمواطن، فأخذت العنوان وانتفعت به وألقيت الكتاب في خلاص عدمته، ولكن خرجت بفائدة. هكذا كان علماؤنا يقولون، قل أن يقرأ يعني الإنسان كتابا ولا يخرج منه بفائدة. لا شك أن هذه الحكمة ضلت المؤمن، والإنسان يبحث عن الحكمة، فإذا استفاد فائدة واحدة من كتاب والله يساوي ثمن الكتاب الذي دفعه، ويساوي ربما الدنيا بما فيها. خلاص، فهذا الذي نتحدث عنه في لذة القراءة. الحديث عن القراءة أيضا لذة، لما يعني نتكلم عن الكتب وتتكلم عن الطبعات وتتكلم عن أنواع الفنون وألوان العلوم ونحو ذلك، تشعر بلذة. ولا أنتم مش حاسين معايا أنا عمال أتكلم في الفضاء؟ مستمتعين يعني؟ طيب، ما هو أكثر الكتب مبيعا في العالم؟ في العالم، مش في العالم، في تاريخ البشرية. ما هو؟ ربما القرآن لا يقارن بغيره، فلا نحب أن ندخل القرآن في هذه المهاترات. أكثر الكتب مبيعا في العالم، قالوا في تاريخ البشر، في تاريخ ال... ها. كتب اللي تتكلم عن السحر. كتب بتتكلم عن إيه؟ تتكلم عن السحر. تتكلم عن إيه؟ الفلك والسحر. الفلك؟ أنا عايز كتاب بعينه. إيه الكتب اللي بتتكلم عن؟ في كتاب اسمه ضاع القضاء قرد الحال. لا مش ده. خلاص. لا لا لا، دعك من هذا الذي يكتبون عنه ويقولون أكثر هذا الكتاب من أكثر الكتب، أو يقولون أكثر الكتب مبيعا في العالم. طب يروش للكتاب. طيب، أكثر كتاب بيعت منه نسخ في، قالوا في عالم الكتب، هو كتاب هاري بوتر. هاري بوتر طفل، كتاب ساذج، كاتبة يعني بريطانية كتبت هذا الكتاب وأصدرت منه يعني أجزاء. يبدأ بالأول هاري بوتر وحجر الفلسفة، إلى يعني حجر الفلسفة، أنت أكيد اللي منكم يعني كده فهم حجر الفلسفة اللي هو السحر. بيتكلم عن إيه؟ هذا الولد قتل أبواه، واللي قتلهم رجل ساحر، وهو ما كانش عارف إنه ساحر، الولد الصغير اللي رباه يعني خالته وزوج خالته، وعندهم ابن صغير وعاش منبوذ، وبعد كده دخل مدرسة السحر، وبعد كده عاش حياته في السحر. الكتاب ده لما ربما تتعجبون تقولون يا هي الهيافة وصلت للدرجة دي؟ وصلت، بس الإشكالية مش في كده، الإشكالية إنه هذا الكتاب لما صدر الجزء السادس منه، وهو سبعة أجزاء، لما صدر الجزء السادس لقوا ظاهرة غريبة جدا. الناس من بالليل يقفون أمام المتاجر اللي حيتباع فيها الكتاب لكي يشترون الكتاب، من أقصى الشرق في الصين إلى أقصى الغرب في الولايات المتحدة وغيرها، وبيع من هذا الكتاب 10 مليون نسخة حقيقة.
اللي بعده لما طلع اللي هو تقريبا السابع والاخير اتباع منه في الولايات المتحده فقط 8 مليون نسخه. مجموع مبيعات السبع اجزاء 400 مليون نسخه. 400 مليون نسخه من هذا الكتاب اللي بيتكلم على الولد الصغير ده اللي شغال في السحر وابوه مات عشان مش عارف ايه والساحر الفلاني قتلهم وهو بقى بيحارب قوى الشر، والقصه بقى اللي انت ما انتش محتاج تعرفها خالص، ولا كنا في حاجه لذكر اسمه ولا اسم كاتبته ولا شيء من هذا خالص. طب الاشكاليه فين؟ يعني احنا لماذا نذكر هذه الاحصاءات وهذه نذكر هذا؟ لان نحن انقطعت الصله بيننا وبين القراءه تماما، وغايه من يقرا في المجتمعات الإسلامية إذا كان يقرأ في الصحف والمجلات وكذا وكذا وكذا، فده يعني إذا كان متابع يبقى رجل قارئ. إذا لسه يعني بيشتري الأهرام والأخبار وكذا ويطالع الأعمدة والصفحات ويعرف أسماء الكتاب، فده يعني هذا فريد زمانه ووحيد قرني وحيد دهري وعصري. المشكلة أن الوسائل التواصل هذه التي تتكلم عنها زحمت القراءة الحقيقية إن كان هناك قراءة، واللي ما كانش بيقرأ بيقرأ بس في وسائل التواصل وفقط. شوف برا يقرؤون هذه الكتب ويعتنون بالقراءة ويعلمون الأولاد القراءة ويدربونهم على القراءة. نحن حتى الأولاد في زمان بقوش بيقرأوا ميكي وسمير وماجد وكتب المسلية أو المجلات المسلية هذه، يعني خلاص انقطعت الصلة بالقراءة تماما. في الخارج يهتمون بهذا جدا، ويدل لك على هذا حجم المبيعات التي نتكلم عنها لكتاب مثل هذا. حتى قالوا أن هذه المرأة يعني غيرت أفكار الناس في بريطانيا. الشاهد هذه يعني دعوة إلى العودة إلى القراءة مرة ثانية وتدريب النفس وتعديل طبعنا لكي تتعود وتستلذ بالقراءة وتحب القراءة. كيف ننمي هذه المهارات؟ هذا موضوع هذا الكتاب. سنبدأ في المرة القادمة إن شاء الله نترجم ترجمة يسيرة جدا لصاحب الكتاب ثم نقرأ في الكتاب.